واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة اسعار السلع الاستراتيجيه وضبط قضايا حجب السلع والبيع باسعار ازيد من السعر الرسمي تمكنت الداخليه خلال 24 ساعه من ضبط 440 قضيه تمونيه بمضبوطات بلغت اكثر من 41 طن مواد غذائيه ففي مجال حجب السلع الاستراتيجيه والاستيلاء على السلع المدعومه تم ضبط قرابه 17 طن مواد غذائيه وفي مجال عدم الاعلان عن الاسعار بقصد البيع بازيد من السعر الرسمي للسلع الغذائيه تم ضبط قرابه 25 طن اما في مجال قضايا المخابز تم ضبط 607 قضايا من بينها 80 قضيه خبز ناقص الوزن و80 قضيه خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومه توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط اربع قضايا بمضبوطات بلغت قرابه 15 طن اقماح محليه